فجأة تحولت ردهات الطوارئ في مستشفيات بيروت إلى زحمة مواطنين جاءوا للإطمئنان عن أبنائهم وذويهم الذين أصيبوا خلال مشاركتهم في تظاهرة دعت إليها حركة أمل وحزب الله وتيار المردة اعتراضا على تسييس قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وفجأة سالت الدماء في ساحة الطيونة بعد عمليات طنس مركزة من قبل مسلحين اعتلوا أسطح الأبنية وأطلقوا الرصاص على الرؤوس والصدور بقصد القتل. وصل عنا على مستشفى الساحل لحديت هلأ 16 جريح من بينهم 3 شهداء 2 إصابات بالرأس مباشرة وواحد بالقلب. هول 3 شهداء اللي اجوا باعمار صغيره شباب منهم كبار وست وحده بيناتهم. باقي الجرحى عم يتعالجوا هون في عنا 3 جرحى عالجناهم وبعثناهم على بيوتهم حالتهم مستقره وبيجوا بيراجعونا بالطوارئ. 6 شهداء وعشرات الجرحى هي حصيله الكمين الدامي في الطيونه وسط ترجيحات طبيه بارتفاع عدد الشهداء نظرا لحاله بعض الجرحى الحرجه. الجرحى البقايا نعمل لهم صور وشافون كافة الاختصاصات. في ناس بدها عمليات إصابتها من متوسطة إلى حرجة والباقي الإصابات العشرة الباقيين إصابات شوي خفيفة إلى متوسطة والإصابات كانت معظمها بالصدر بالظهر بالرقبة يعني وعنا بالأطراف. الاعتداءات اتخذت طابعا طائفيا في بعض المناطق. طلع من المدرسة ابني فبيتلقى بعد المدرسة هيك في مفرق صغير 30 شخص حاملين أساطل وسلاح وسكاكين. الصبي حامل الشنطة طالع من المدرسة بيكمشوه بيدمموه. ابني هلأ عم يعمل الصورة. ابني بين الحياة والموت هلأ. اعتاد اللبنانيون دفع الدماء الزكية دفاعا عن قضاياهم المحقة لكن الدماء التي أزهقت اليوم كانت تجر لبنان إلى آتون حرب عبثية المستفيد الوحيد منها هم أعداء لبنان. لم تكن الخطورة بأعداد الجرحى والشهداء الذين سقطوا في اعتداء الطيونة ولكن الخطورة كانت في الجرحى وإصاباتهم ولا سيما في الأجزاء العلوية من أجسادهم في الصدر والرأس وهذا يعني طبيا أن نية القتل كانت موجودة. عبد الله ظاهر بيروت الميادين.